بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل قليل كان لي ولإخواني أعضاء المجلس الأعلى للدولة شرف تقديم اليمين الدستوري، واستلمنا بعدها المهام الجديدة التي على هذا المجلس أن يقوم بأدائها. وقد رجعت اليوم إلى موطني بعد أن شاءت الأقدار أن أعيش بعيدا عن أرض الأجداد والأمجاد، أرض البطولات والتضحيات، أرض التحدي والشهادة، أرض العزة والكرامة. وكان علي أن أوجه أول كلمة لي، وهي تحية وسلام إليكم جميعا أيتها الأخوات، أيها الإخوة، ابناء الشعب الجزائري بجميع فئته وشرائحه وأجياله في كل ربع هذا الوطن العزيز. وهي تحية أوجهها إليكم ببالغ التأثر، ذلك إن عودتي جاءت استجابة لنداء الواجب المقدس، ووفاء لقيم ثورة نوفمبر ومبادئها، وجاءت استجابة لمرحلة صعبة تمر بها الجزائر. الجزائر مهددة، أعداء الأمس واليوم يتآمرون على استقلالها ووحدتها، وأن تحمل عبء المسؤولية في هذا الظرف واجب وطني تهون أمامه كل تضحية. أعود لأنضم إلى صف النساء والرجال الواقفين بثبات في وجه التحدي، المسلحين بإخلاصهم لهذا الوطن وبصدقهم وبغيرتهم على حاضر هذا الوطن ومستقبله. ونحن جميعا مصممون على العمل معا مع كافة أبناء هذا الشعب للخروج بالجزائر إلى مرسى النجاة. إن أجيال اليوم ما هم إلا أشبال وأحفاد رجال ثورة نوفمبر الذين أنتزعوا الاستقلال بجهادهم وتضحياتهم. وأمام هذه الأجيال اليوم جهاد أكبر هو بناء البلاد على أسس صحيحة. أيها الأخوة، أيتها الأخوات، لا بد لمؤسسات الدولة أن تحظى باحترام الجميع، ولا بد للدولة أن تكون وأن تبقى دولة القانون، وأن يسود فيها العدل والحق والمساواة بين الناس، وأن يرفع الظلم فيها عن الضعفاء. والمسلك الوحيد الذي يحقق لنا هذا كله هو المنهج الديمقراطي الصحيح. والديمقراطية لا تعني الفوضى ولا إهانة مؤسسات الدولة. ولا بد أن يكون شعبنا واعيا وعيا كاملا لمعنى الديمقراطية وأبعادها. فالجزائر المستقلة لا زالت فتية، وأغلبية سكانها من الشباب الذين نعتز بهم كل الاعتزاز، وأعاهدهم بأني سأبذل كل جهدي بالعمل معهم لإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي يعاني منها شبابنا، وسيكون ذلك على رأس مهامنا. إن ثورة نوفمبر المباركة عند انطلاقها قامت بها فئة معدودة وبإمكانية قليلة، ولكن
إرادتها كانت صلبة قوية، وكانت ثقتها بالشعب كاملة، وصلتها بهذا الشعب قوية متواصلة، ولا تزال ثقتنا في قدرة هذا الشعب ثابتة، وهو الشعب العظيم الذي تحدى الخوف وواجه المخاطر بفضل إيمانه بوطنه وتمسكه بدينه الإسلام الحنيف. والإسلام في هذا الوطن دين الجميع، وكل الثورات الجزائرية التي تعاقبت على هذه الأرض الطيبة عبر التاريخ كانت تعتز بهذا الدين وتنصره وتحميه وتدافع عنه. ولا يجوز اليوم لأي فرد أو جماعة أن يحتقر الدين أو أن يستغله لأغراض مشبوهة، فوحدة الوطن مقدسة لا يمكن أن يعبث بها أحد، والإسلام مقدس لا يمكن أن يعبث به أحد. أيها الأخوة، أيتها الأخوات، الجزائر غنية بإمكانيتها المادية، وهي غانية بقدراتها البشرية، ولا يمكن أن ننظر إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها وكأنها قدر محتوم، بل إننا نستطيع معا التغلب عليها بما يمكن لنا أن نوفره من إرادة وشجاعة وصدق وثيقة بالنفس. الجزائر راشدة رغم ما يقوله أعداؤها، وشعبها قادر على التحكم في الأوضاع، فعليه أن يثبت للشاكين فيه والحاقدين عليه أنه يحافظ على الهدوء والنظام والأمن للجميع، معينا بذلك الجهود الجبارة المبذولة من طرف أبنائنا في مصالح الأمن وجيشنا الوطني الشعبي، فلهم جميعا وجه تحية نضالية حارة. فالناس جميعا يريدون الخروج في أقرب وقت ممكن من حالة القلق والخوف، وهم يرفضون بعزم دعاة البغضاء والعداء والتناحر، ويفتحون صدورهم لدعاة التقارب والتماسك والتسامح والتآخي. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إني سعيد بعودتي إلى وطني وبين أهلي وإخواني بعد غياب طويل، وأسأل الله تعالى أن يأخذ بيدنا جميعا، وأن يسدد خطانا، وأن يوفقنا لخدمة مبادئنا المقدسة وعزة وطننا، للخروج به منتصرا كما انتصر في ثورة نوفمبر. وإرادتي في هذا الوقت الدقيق الذي تعصف فيه رياح التشكيك وتهدد فيه مخاطر الفوضى والفتنة، أن أكون بالدرجة الأولى جامعا للصفوف وموحدا للجهود البناءة ومشجعا للمساعي الخيرية. هذه يدي أمدها للجميع بدون استثناء، أمدها بثقة وأمل للتحية وتجديد العهد من أجل المصالحة والمساعدة والتعاون لبناء الجزائر كما يحلم بها شهداؤنا وكما يردها اليوم شبابنا. جزائر يسودها السلم والتراحم والتسامح ووحدة الصف والعمل الخلاق. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.